إذن بالنسبة لتلامية واد الذهب بأصيلة مديرية طنجة أصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة، استعدادات فيها كباقي المؤسسات، استعدادات كانت طبعا قبل الامتحانات بإجراء طبعا اجتماع تنسيقي بيننا وبين أعضاء الكتابة وبين أعضاء المراقبين وتزويد مترشحات مترشحين باستدعاءات ديالهم أمور عادية. الاستعداد اليومي طبعا نقوم به، الكل مجند والكل على الأوبة سواء في الكتابة أو في رئاسة المركز أو في سيد الملاحظ، كذلك المترشحين والمترشحات خذوا دورة تحسيسية طبعا قبل الامتحان بضرورة تجنب الغش. الأجواء إلى يومنا هذا أجواء عادية وظروف مواتية لاجتياز الامتحانات، كنحاولوا طبعا مجند ان المترشحات ديالنا والمترشحين ديالنا يجتازوا امتحانات البكالوريا الاستحقاق الوطني اللي كنسعوا للنجاح ديالو، يجتازوه طبعا في ظروف حسنه كتوفر لهم طبعا سبل النجاح ان شاء الله. اليوم الثاني هو اليوم طبعا اليوم الاربعاء 12 من يونيو، هو يوم خاص لان نشتغل صباحا مع الشعب العلميه والتقنيه بماده الرياضيات، ومساء طبعا تكون ماده الفلسفه مع جميع الشعب والمسالك. فالصباحيه كما كتشوفوا نصف المؤسسه فقط، نصف القاعات هي اللي مشتغله لان كاين غير العلميين. الاستعدادات كالعاده طبعا الالتحاق بالمديريه ومصاحبه مع طبعا عناصر الامن الموضوعات الى المركز، ثم علاج هذه الموضوعات داخل الكتابه المزوده طبعا بكاميرا وبحضور اعضاء الكتابه كما لاحظتوا معنا وبحضور المترشحين والمترشحات والاستاذ المداوي والسيد الملاحظ. قمنا بفتح الاضرفه وزودنا كل قاعه الظرف ديالها، والمؤسسه ديال المراقبين تاهما راه كيلتزموا بدفتر المساطير ديالهم، والاجواء حاليا بخير، وكنتمناو المترشحات ديالنا والمترشحين ديالنا يجتازوا بنجاح ان شاء الله هذا البكالوريا. وشكرا لكم كذلك.